والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله جايه لكم باكله جديده. اليومين اللي فاتوا كانوا فيديوهات كده خفيفه، النهارده ان شاء الله هنعمل اكله بقى جديده زي ما احنا متعودين. معانا اللحمه اهي، وهنعمل طاجن باميه باللحمه. انا جايبه اهي حته اللحمه اهي زي ما انتم شايفين كده، انعم حته في الذبيحه، حته من اللوحه كده يا جماعه، عشان خاطر ان شاء الله لما نسويها على النار تستوي بسرعه وما تاخدش وقت معانا. ومعايا باميه كانت عندي في الفريزر زي ما انتم شايفين كده، كنت مخزناها يعني عندي، كان كيس كده على جنب، قلت ان شاء الله اعمله معاكم. انا بقى الكميه الباميه دي 3 بصلات كفايه عندي للكميه دي. معايا بقى الطماطم، لسه بقى هنضرب الطماطم زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، هنضربها في الخلاط باذن الله، وهنشوف احنا هنعمل الطاجن بتاعنا ازاي. المكونات بقى بتاعتنا: الثوم، الكمون، الفلفل الاسود، الملح، 7 بهارات. هي دي التوابل بتاعتنا ان شاء الله اللي هنعمل بيها الطاجن بتاعنا. هنقطع بقى اللحمه باذن الله، وهنضرب الطماطم في الخلاط، وهنفرم الثوم، وان شاء الله باذن الله خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نشوف احنا هنعمل الطاجن بتاعنا ازاي. يلا بينا. نقطع بقى كده ان شاء الله اللحمه بتاعتنا. انا لسه ما شطفتش اللحمه، مهما بحمي السكينه برضو بتثبت لي، ما مش عارفه ليه، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. ولسه هنقطعها مكعبات كده حلوه، حجمها ولا كبير قوي ولا صغير قوي، اهو. ايه يا حسون؟ كده زي كده اهو، القطع تبقى كده الحجم ده، بحيث ان هي تكون سهلة ان شاء الله لما نسويها على النار ما تاخدش وقت كتير، اهو كده. عاوزينها احنا قطع صغيرة، انت براحتك يعني، انت على حسب ما انت عاوزاها تقطعيها ازاي، الحجم اللي انت عاوزاه وتعمليه، بس انا بفضل تكون الحتة صغيرة عشان ما تاخدش وقت يعني معايا. هنسويها الاول على النار ان شاء الله بالبصله بالبهارات بتاعتنا، قبل ما ننزل طبعا بالطماطم وبالباميه. هنسويها بس كده ان شاء الله بنسبه 90%، وبعد كده ايه هنشوف احنا هنعمل ايه تاني. هنقطع بقى الكميه كلها كده وخليكم معانا. حطينا السمنه بتاعتنا اهيت على النار، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وضربنا طبعا البصله بتاعتنا او البصل بتاعنا الكبه اهو، علشان ننزل باللحمه بعد ما قطعناها وشطفناها تحت الميه كويس جدا، تكون موطيه كده على البصل علشان ما يتحرقش معاكي قبل ما تنزلي باللحمه. وانا قبل ما انزل باللحمه هنزل بالدهنه دي، قطعتها برده صغير كده عشان خاطر تدي الطعم الهايل بتاعها ان شاء الله للباميه بتاعتنا. وهنعلي النار شوية كده، وهنسيبها دقيقتين كده، هنشوحها كده على النار ونسيبها دقيقتين قبل برضو ما ننزل باللحمة. هننزل بقى باللحمة كده برضو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، شطفينها كويس يا جماعة تحت المية، خدوا بالكم اهو هنقلب كده. وقبل ما تغير لونها خالص هننزل بالتوابل كده ان شاء الله. ادي الفلفل الاسود معانا اهو، ال7 بهارات، والكمون طبعا، ده لسه برده ما نزلناش بالملح. عاوزه تحطي بصل بودره وتوم بودره مفيش اي مشكله اهو، بس انا هحط توم صحيح، هفرمه وهحطه دلوقتي، بس هنخليها تاخد كده 10 دقايق، وبعد كده هننزل بالتوم. هنشوف دلوقتي هننزل بالتوم.
نعمل بقى كده زي الشيفات يا ولاد. شايفين كده احنا بنعمل بعد ما طبعا عملناها بالساطور، ضربت انا التوم كده بالساطور برضو، بس قلت اجربها الاول لان اول مره اعملها. وبنعمه بقى بالايه؟ بالسكين زي ما انتم شايفين كده. يلا شجعونا بقى اللايك، اللايك حلوه انت وهي كده. يلا اللي يتفرج علينا يدوس لايك يا جماعه اهو. يلا بينا بقى كده علشان نحط التوم بتاعنا في اللحم. هننزل هو بالتوم وهنقلب بقى، وهنغطي اللحمه بتاعتنا 5 دقايق، ونكون محضرين لها الميه السخنه عشان خاطر ان شاء الله ننزل بالميه السخنه عشان خاطر اللحمه بتاعتنا تاخد السوا بتاعتها خالص. ولما تاخد السوا بتاعها ان شاء الله هننزل بقى بالعصير الطماطم وبالباميه. وخليكم معايا الفيديو للاخر يا جماعه، ولو عجبكم الفيديو بقى دوسوا لايك. هنحط بقى الميه بتاعتنا السخنه علشان خاطر اللحمه تاخد السوا بتاعها. هنقول برده بسم الله الرحمن الرحيم، مش هنكتر الميه قوي يعني اهو. وهنقلب كده، خلي في بالكم ان احنا لسه ما حطيناش الملح خالص. هنغطي بقى على اللحمه بتاعتنا، هنعمل ان شاء الله مع طاجن الباميه باللحمه او اللحمه بالباميه، هنعمل رز ابيض. حطينا السمنه بتاعتنا على النار كده، ولما سخنت بعد ما غسلنا الرز طبعا هننزل بالرز. نزلنا كده بكميه الرز كلها، وهنشوح الرز بالسمنه زي ما حضراتكم شايفين عشان خاطر لو في ميه ينشف كله. وهنكون طبعا لو ما عندكيش شوربه هتكوني مسخنه الميه في التليو عشان خاطر نعمل بيها الرز. بعد ما خدنا الرز وقته على النار اهوت وشوحناه زي ما حضراتكم شايفين برضو، انت بتفضلي تقلبي فيه كده علشان خاطر لما هتديله وقته على النار ان شاء الله يبقى مفلفل معاكي كده وحلو ما يعجنش معانا. الرز الابيض اهم حاجه ان الحبايه تبقى بحبايه، ونوع الرزايه نفسها تبقى كويسه عشان يطلع معاكي حلو. هنزل بقى كده ان شاء الله بالميه، الملح والفلفل بالملح، وطبعا ما ننساش مرقه الدجاج عشان احنا ما عندناش شوربه. ولما تحطي مرقه الدجاج ما تكتريش الملح الاول، حطيها وبعد كده لو احتاج لملح نحط شويه ملح كده. وهنغطي بقى الرز بتاعنا ان شاء الله ونسيبه ياخد السوا بتاعه، ولما يستوي ان شاء الله بتاعنا اهوت الحمد لله استوى. شايفين كده حضراتكم، اللهم صل على النبي، جميل جدا. كل ده على فكره انا اللحمه لسه على النار، لسه ما استوتش، انا عاوزاها مستويه خالص عشان تبقى حلوه كده وطريه في بق الولاد يعرفوا ياكلوها. فكملوا معايا الفيديو للاخر ان شاء الله. لو عجبكم بقى الفيديو دوسوا لايك، وشجعونا يا جماعه بالدعوه الحلوه وبالتعليق الحلو، واللي ما اشتركش معانا في القناه ينزل يشترك. استنونا برده لحد اخر الفيديو. بصوا كده يا جماعه اهوت اللحمه بتاعتنا خلاص الحمد لله استوى. هنعمل احنا بقى هنفضيها كده في الطاجن علشان خاطر نحط الطماطم ونحط الباميه. ننزل برده كده بالرمي الاول طبعا بعد ما شطفناها تحت الحنفيه برده. وهننزل بقى بالطماطم بتاعتنا، وتكوني مولعه الفرن بتاعك، وهنحط شويه الملح كده. احنا طبعا حاطين التوابل بتاعتنا في اللحمه اهو كده، هنحط لها بس كده حته سمنه صغيره، وهنغطيها وندخلها الفرن بقى تاخد السوا بتاعها. الباميه ان شاء الله هتاخد السوا بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. هغطيها وهدخلها الفرن، وبعد ما تستوي خلاص ان شاء الله
هرجع اوريها. وادي يا جماعه الطاجن بتاعنا خطير، طلع من الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده بيغلي. هنعمل بقى، انا بعمل خطوه كده بسيطه جدا بتخلي طاجن الباميه بتاعك يضرب نار وريحته تجيب لاخر الدنيا مش لاخر الشارع بس. بيبقى عندنا كده توم، احنا بنحط له السمنه على النار، بنسخنه السمنه على النار وبنحمر التوم ده في السمنه وننزل بيه على طاجن الباميه بتاعنا، بيخلي الطعم جميل ما شاء الله، بيخليه واو. بصي زي ما انت بتعملي كده فكره الملوخيه، طشه الملوخيه كده، انت هتعملي بقى للباميه بتاعتك طشه، بس في الباميه هتبقى طعمها خرافه جميل جدا. ان شاء الله تجربوها هتلاقوها طعمها جميل. هفضل اقلب بقى كده في التوم في السمنه لحد ما ياخد اللون اللي انا عاوزاه اللي هو الذهبي الغامق شويه، وهنحطه ان شاء الله في الطاجن. انا اتاكدت ان الباميه استوت وان اللحمه بتاعتي استوت، وعملنا كده شويه سلطه حلوين علشان ان شاء الله تبقى السفره كامله ان شاء الله. وهوريكم دلوقتي برده لسه كده خلاص، كده التومه بتاعتي خلاص استوت، خلاص هنحطها ان شاء الله على الباميه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنغطيها عبال ما نغرف بقى. وبكده يا جماعه تكون السفره بتاعتنا جهزت، وهنبدا نغرف الباميه بتاعتنا واللحمه الجميله بتاعتنا اهو زي ما حضراتكم شايفين. يا رب الفيديو يعجبكم، دوسولنا لايك بقى يا جماعه على الفيديو وشجعونا. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتعملوا الوصفه دي، وتقولوا لي في التعليقات ان الوصفه طلعت جميله معاكم. ادي بقيه السفره، السلطه والرز والعيش طبعا. يلا ناكل، يلا ناكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.